كحل عيونك وياي وشوف. شوف بس شوف. ويش اوصف لكم يا خلق الله؟ ويلا يا قلبي. كحل عيونك وياي. الله مساكم بكل خير. هذه تقول سبب الخفقان القوي اللي صحيني من النوم وكأنك راكض لك 2 كيلو. بعض الأحيان تنام مالك مع الشيطان طريق وتصحى بنص النوم وعندك خفقان قوي ومتوحش، وبعض الأحيان يسبق هذا أحلام. هنا دائما إذا كان في ارتفاع في هرمونات الاستيقاظ أو المعروفة بهرمونات الاضطراب اللي هو الأدرينالين والكورتيزول، هذول المفروض يكونوا منخفضات أثناء النوم، بدل جيت تصحى من بكرة الصباح يرتفعون بشكل بسيط. فإذا كان في اضطراب هنا هذا اللي حيسبب لك الخفقان. وبعض الأحيان قد يتصاحب مع المشكلة هذه ذهاب البصر ثم عودته. بعض الأحيان إذا جيت تقوم بسرعة يروح، يجيك كذا سواد، كأنه يجيك دوخة بسيطة وبعدين يرجع 30 ثانية 20 ثانية بعدين يرجع. أنا بتكلم من ناحية ردة فعل الجسم للطعام المتناول وإيش تأثير الطعام على بكتيريا الجهاز الهضمي اللي ممكن يكون عندك الاضطراب هذا بسببها، وبشكل خاص شجرة بكتيريا الجهاز الهضمي. وقد يتصاحب مع الأعراض اللي قبل شوي، غباش بالعين، وبعض الأحيان يطلع شيب، بعض الأحيان يطلع شيب لأنه ما في استكمال لإنتاج التايروسين اللي هو حمض أميني يدخل في صناعة صبغة الشعر، يدخل في صناعة صبغة الشعر. وهنا يلا دخلنا بالشيب. فهنا أهم حاجة تحرص عليها وتعرف أنه تأثر على بكتيريا الجهاز الهضمي، خليك بدون جلوتين تماما، أبعد الجلوتين، خبز ومخبوزات ومعجنات بشكل خاص اللي تشتريها من برا واللي تكون غير عضوية. لأن في مادة اسمها غلايفوسيت اللي لازم تعرفه أن صفات بكتيريا الجهاز الهضمي هذه صفات نباتية. اللي ممكن يسبب مشكلة للنبات، نعم ممكن يسبب مشكلة في بكتيريا الجهاز الهضمي عندك. حاول قد ما تقدر تقلب طعامك إلى عضوي، هذا واحد. إذا قدرت أنه يكون استكمال جرعاتك من اللي هو الدهون الصحية، وهذا ما يعني أنك تكثر من الكمية، لا، بكمية معتدلة. وأبعد السكر وأبعد زيوت البذور المكررة، زيوت البذور المكررة. بإذن الله تعالى خلال 90 يوم تبدأ تشوف عافيتك بشكل أفضل، بشكل أفضل إن شاء الله.